نكمل مراجعة المنطق يعني. طيب ايه؟ لا ما هو عايزين نخلصه، في المنطق ده الحاجة اللي هتخلص معانا ان شاء الله. اذا عشان خلصنا كتاب تعب على الظهر. لا انا عشان جاي الواحد والله الاحد ان شاء الله. طيب يعني ثم شرع الاخضري في الكلام على شروط التعريف او على شروط القول الشارح. احنا قلنا القول الشارح على المذكور هنا يشمل الحد والرسم والتعريف اللفظي، وفي غيره من الكتب يشمل ايضا القسمة والمثال. وقلنا ان التحقيق ان التعريف اللفظي والقسمة والمثال ان هذه تدخل في الرسم لانها تعريف الخاص. الله 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 الله. طيب فاكرين انتوا بقى شروط التعريف؟ اول حاجه للطرد، نمره 2 الانعكاس، وقلنا ايه المقصود بالطرد؟ الطرد المنع، والعكس اللي هو الجمع. قلنا في بعض الكتب بيعكسوا يجعلون العكس هو الايه المنع، ويجعلون الطرد هو الجمع. مش هتفرق، المهم ان المقصود ان يكون التعريف جامعا مانعا. طيب وقلنا تعريف الطرد ايه؟ هو انه كلما وجد المعرف وجد المعرف، كلما وجد المعرف وجد المعرف. ناخذ مثالا زي ايه؟ لو انا عرفت الانسان بانه حيوان ناطق، طيب كلما وجد المعرف وجد المعرف، فكل ما انظر في فرد من الافراد اللي هو زي مثلا زيد وعبيد الاقي المعرف موجود، يعني موجود الاوصاف. معنى وجود المعرف يعني انطباق الاوصاف، فاجد الاوصاف منطبقه الحيوانيه والناطقيه، والمعرف اللي انا بعرفه للانسان موجود، يبقى ادي هو ايه الطرد. طيب مثال يبين لي ايه؟ ان فعلا لو اختل بقى يختل الطرد، هيختل بقى في الحاله دي ايه المنع مش الجمع. ازاي؟ لو انا جيت عرفت مثلا انسان بانه حيوان، فلو جيت نظرت في زيد هلاقي الاوصاف موجوده والمعرف موجود، صح؟ زيد اهو حيوان ولا مش حيوان؟ حيوان، الاوصاف موجوده والمعرف غير موجود. كويس، لما اجي انظر الى اسد المعرف موجود ولا غير موجود؟ موجود، لكن المعرف غير موجود. يبقى كده التعريف يعترض عليه بايه؟ بعدم الطرد اللي هو بعدم المنع. ماشي، اول مره يحضروا معانا فاهمين يعني ايه حيوان، عشان ما يقعدوش يتحرجوا من وصف الانسان بالحيوان. عارف يعني ايه حيوان؟ يعني ايه بس كده جسم حي حساس متحرك بالاراده، لان كل قيد مفيد حاجه مش كده؟ حي يبقى يخرج ايه الجماد، ومتحرك بالاراده هيخرج النبات. تمام، بالاراده تشمل حساس ما هو بيعرضوا عنها حي. طيب ده الطرد. نمره 2 الانعكاس، ان يكون التعريف منعكسا يعني ان يكون جامعا. في الحاله دي هنعرفه ازاي بقى؟ ايه هو تعريف العكس او الانعكاس؟ كلما وجد المعرف وجد المعرف. يعني عرفت الانسان مثلا بانه حيوان ناطق، فلما انظر حيثما وجد الانسان الاقي الاوصاف منطبقه. ماشي، طيب احنا لو عايزين بقى نجيب مثال يكون اختل فيه شرط العكس، يعني اختل فيه شرط الايه الجمع. كما لو عرفت الحيوان بانه ايه ناطق، تلاقي في اسد الاقي ايه المعرف وجد، لكن الاوصاف مش منطبقه، لان لو جيت قلت ناطق بس واطبقها على اسد لا مش مظبوط. يبقى التعريف كده ايه غير جامع. غير جامع ليه؟ لانه لم يجمع افراده زي الاسد. واضح؟
طيب الطرد كلما وجد المعرف وجد المعرف، الثاني كلما وجد المعرف وجد المعرف. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني مش جامع ولا مانع، او المقصود ان يكون جامعا او مانعا، يعني اما يعترض بعدم الجامع او المانع، لكن التعريف السليم ان يكون جامعا مانعا. طب كده وبس؟ خد بالك هي تعريف هذه الشروط العقل يقتضيها كده بالتامل، لان القصد من التعريف ايه؟ والايضاح والتمييز، وتمييز المعرف عن غير الايه؟ عن غيره. فيبقى الشروط بما كده يعني متبادره، يعني يبقى لابد من الطرد والايه؟ والانعكاس. ايه تاني؟ قال لي يكون التعريف بالظاهر صح، ولا يكون بالمساوي في الخفاء ولا الاخفى. كويس. المساوي للخفاء مثاله ايه؟ كما لو عرفت الفرد بانه ايه؟ ما ليس بزوج، والزوج بما ليس بفرد. فالفرد والزوج يتساويان في الايه؟ في الخفاء والجلاء. وما ينفعش من باب اولى ان انا اعرفه بالابعد. فواحد جه بيقول لي ما الاسد؟ قلت له الغضنفر. ما ينفعش، اذا واحد مش عارف الاسد هيعرف الغضنفر؟ لا. قال لي كمان ما ينفعش يكون في التعريف مجاز بلا قرينة. وقلنا المقصود بلا قرينة هنا يا شيخ خالد، بلا قرينة ايه؟ ايه؟ معينة للمراد. لان احنا قلنا القرينة قرينتان، قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، وهي المأخوذة في تعريف المجاز، عشان ما يجيش حد يعترض عليا يقول لي أنت قلت مجاز من غير قرينة. طب ما أنت لا، طالما قلت مجاز يبقى لازم يكون في قرينة، يبقى ذكرك من غير قرينة لغو. نقول له لا، المجاز الذي أخذ في تعريفه القرينة إنما قصد بهذه القرينة القرينة المانعة من إرادة الحقيقة. لكن القرينة التي اشترطناها لجواز التعريف بالمجاز أو لجواز دخول المجاز في التعريف هي القرينة المعينة للمراد، أي المجازات هو المراد. لأن عندي قرينة بتمنع من إرادة الحقيقة، لكن قد يكون لهذا الاسم أو لهذا اللفظ مجازات متعددة، صح؟ فعشان أعين أي المرادات هو المقصود يبقى أحتاج إلى قرينة، قرينة إيه؟ معينة. وإحنا ضربنا مثال، قلنا مثلا لو واحد قال لي رأيت بحرا، يبقى في هذه الحالة البحر ده مقصود بإيه؟ بحر الحقيقي. ولو قال لي رأيت بحرا يمد يده أو يمد الناس بالعطايا مثلا، ففي هذه الحالة هيكون إيه؟ هذا مجاز، والقرينة عندي اللي يمد الناس بالعطايا. طيب هذه القرينة قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، لكن هذا اللفظ لا زال يحتمل عدة مجازات. يحتمل يمد الناس بالعطايا يعني رجل كريم، ويحتمل أنه يمد الناس بالعطايا يعني رجل عالم، فبيمدهم بإيه؟ بعطايا العطايا المعنوية. فيبقى دي قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. لو جيت قلت بقى رأيت بحرا يمد الناس بالعطايا ويظهر لهم النكات والدقائق، يبقى دي قرينة معينة للمراد. كويس. وقلنا مش بالضرورة ان في كل مسألة يكون عندي قرينة مانعة وقرينة معينة، بل قد تكون القرينة في بعض الأحيان مانعة من إرادة الحقيقة ومعينة لأي المجازات في نفس الوقت، مفيش مانع. المهم الضابط في هذا المعنى، ماشي؟ فيبقى لو جه قال لي زي ما قال كده ما ينفعش دخول المجاز بلا قرينة، لا يعترض علينا بأن القرينة مأخوذة في تعريف المجاز، لأن نقول أن القرينة المقصودة هنا هي القرينة المعينة للمراد، وليست هي القرينة المانعة من إرادة الحقيقة. قال لي ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، يعني ما يجوزش برضو التعريف بالألفاظ المشتركة، لأن الألفاظ المشتركة تحتمل. التفاصيل المشترك قلنا قبل كده هو ما اتحد لفظا وتعدد معنى، زي مثلا العين تطلق على الباصرة والجارية، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس وغير ذلك. فالمشترك هيعمل إيه؟ إلا لو كان في قرينة مع المشترك أيضا تبين المراد، يبقى خلاص. ولا بما يدرى بمحدود، يعني ما ينفعش إن أنا أعرف الشيء بما هو متوقف عليه. خلاص.
لانه هو لو عرفت الشيء بما هو توقيف عليه يبقى يلزم من هذا الدور. هل جاب لي مثال هنا في ال قال لي زي مثلا تعريف العدد اللي هو الفرد، تعريفه بانه بما ليس بزوج، فمعرفة الزوج متوقفة على معرفة الفرد. فلو قلت الفرد هو ما ليس بزوج، طب ما هو الزوج ما ليس بفرد، يبقى انا عرفت الشيء بما هو متوقف عليه فيلزم من هذا الدور. لكن احنا قلنا قبل كده برضو لو انتم فاكرين، قلنا لكن لو كان هذا الذي يتوقف عليه يعرفه معناه من طريق اخر يبقى يجوز. يعني زي ما قلت لو عرفت الشمس بانه ايه الكوكب النهاري، فاذا عرفت النهار بانه هو ما تطلع فيه الشمس يبقى كده عرفت النهار او عرفت الشمس بلفظ توقف عليه فيكون دورا. لو عرفت الشمس بانه ايه كوكب نهاري وكان النهار هذا معلوما لدى المخاطب مثلا او يعلمه من جهة اخرى، لانه مثلا عرفنا له النهار بانه هو الذي تغيب فيه الكواكب مثلا، يبقى هنا انفكت الجهة فلا دور. عشان يجيش واحد يقول بقى يقول يفهم هذا الكلام يطبقه على كلام العلماء خطأ. هو المقصود كله ان ما يبقاش في دور، مش ان انا يمتنع تعريف الشيء بما تعريف الشيء بما يتوقف عليه مطلقا، لا المقصود مش كده، المقصود هو عدم حصول الدور. فاذا انفكت الجهة فلا دور، لكن لو انا عرفت الشيء بما تتوقف معرفته عليه لكنه امكن ان يعرف من جهة اخرى او كان معلوما لدى المخاطب يبقى جاز التعريف، مفيش مشكلة، مجيش اعترض على كلام العلماء بقى، لان هما المقصود كله الهدف من هذا القيد ايه او هذا الشرط وعدم حصول الدور، لان مع حصول الدور مش هيتأتى التعريف. المثال اللي احنا ضربناه لو انا عرفت الشمس بانه كوكب نهاري فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ليس كذلك؟ طيب معرفة النهار ايضا تتوقف على معرفة الشمس لان النهار هو الذي تطلع فيه الشمس، تمام؟ طيب هذا التعريف يعترض عليه بانه عرف الشيء بما يتوقف عليه، لكن لو كان النهار معلوما لدى السامع يبقى هذا التعريف صحيح، حتى وان كان النهار يعرف بانه الذي تطلع فيه الشمس، او امكن ان يعلم معنى النهار من تعريف اخر او من جهة اخرى، كأن يقال النهار هو الذي تغيب فيه الكواكب، فهذا جهة منفكرة. طيب ولا بما يدرى بمحدود، قلنا المقصود بالمحدود هنا ايه معرف، وليس المقصود المعرف عن طريق الحد بل المعرف مطلقا، يعني سواء كان معرفا بالحد ام بالرسم ام بغيره، خلاص. يبقى دي كلمة محدود الاولانية دي معناها معرف، ناخد بالنا بقى لان هنيجي معايا الحدود مرة تانية بمعنى والحدود بالمرة ثالثة بمعنى. قال لي وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود او ان تدخل الاحكام في الحدود او ان تدخل الاحكام في الحدود، يبقى ينفع تقرأ هكذا او هكذا او هكذا، ان تدخل الاحكام في الحدود. الحدود هنا المقصود بها ايه؟ الرسوب، خلاص. يبقى شوف المحدود اولا التعريف مطلقا المعرف مطلقا، الحدود هنا اطلقها واراد ايه؟ الرسم. طب ايه اللي زنقه في كده؟ ايه؟ الشعر بقى، ضروره الشعريه. ايه؟ في حاجه؟ نعم؟ لا، أن تدخل الأحكام في الحدود لم يرد المعنى العام. أن تدخل الأحكام في الحدود، الحدود هنا يقصد بها الرسوم. لا، دلوقتي احنا بنتكلم على ألفاظ هذا المتن يا مولانا. هو ماذا أراد؟ فدلوقتي عندنا ثلاث مرات تكررت كلمة الحدود دي، أو من حيث اللفظ يعني.
قال ولا بما يدرى بمحدود. المحدود الاولا دي يقصد بها المعرف مطلقا الشامل الحد والرسم، خلاص. هنا دي بمحدود الشامل الحد والرسم، دي مش طريقه المناطق. طريقه المناطق انهم يفرقون بين الحد والرسم، لكن غيرهم كالاصوليين مثلا عندهم الحد هو التعريف مطلقا الشامل الحد والرسم وغير ذلك، وغير الاصوليين ايضا، وايضا الفقهاء وغيرهم يجعلون الحد المقصود به ايه؟ التعريف مطلقا. وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود، المقصود بالحدود هنا في هذا الرسوم الرسم المنطقي المشهور. ايه اللي ألجأوا ان هو يعني يعبر بلفظ الحدود؟ الضروره الشعريه، ماشي. لكن المقصود بالحدود هنا الرسوم. ليه قلنا المقصود بالحدود هنا الرسوم؟ لان الاحكام لا يتصور دخولها في الحد اصلا، لان الحكم لو دخل في الحد لا يكون حدا، يبقى ازاي يكون من جمله المردود؟ لكن هو يتصور دخوله فين؟ يتصور دخوله في الرسم. فقال فنبه على ذلك وبين ان هذا من المردود. ليه من المردود دخول الاحكام في الحدود؟ ليه؟ حتى لا يلزم الدور. زي ايه بقى لما اجي مثلا ايه؟ الاسم المرفوع مثلا الذي تقدمه فعله كده. فانا حكمت على ده السبب، يعني ده المشهور، واحنا ردينا الكلام ده حاضر معانا. فقلنا ايه؟ فقلنا مثلا الفاعل هو الاسم المرفوع، انا حكمت هو على الفاعل بانه مرفوع، فالرفع ده حكمه مش كده؟ فليه ما ينفعش دخول الحكم؟ لماذا لا يصلح دخول الحكم في الحد؟ قال لان حازم منه الدور، لان المعرف يتوقف. لو انا دلوقتي عرفت الشيء بحكمه، يبقى توقف المعرف على الحكم ضروره توقف المعرف على اجزاء التعريف، وتوقف الحكم على المعرف ضروره توقف الحكم على تصور الشيء، مش كده؟ مش الحكم على شيء فرع عن تصوره. فانا دلوقتي قلت الفاعل هو الاسم المرفوع، يبقى الفاعل متوقف على الرفع ولا لا؟ يتوقف فهم الفاعل على الرفع، زي ما يتوقف معرفه كلمه انسان على معرفه الحيوانيه والناطقيه. ده شيء بدهي مش محتاج حاجه، دي اجزاء التعريف. فعرفت الانسان بانه حيوان ناطق، يبقى الانسان متوقف معناه على معرفه معنى الحيوانيه ومعرفه معنى الناطقيه، صح؟ طيب انا عندي الرفع حكم على الفاعل، يبقى الرفع متوقف مع فهم معناه على فهم معنى الفاعل، لانه ايه؟ حكم عليه. يبقى توقف هذا على ذاك وتوقف ذاك على هذا، يبقى دور. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك وعنده من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. احنا قلنا ان عندي غير المناطقه من الفقهاء والنحاة وغير ذلك من الجائز ان انا اعرف الشيء بحكمه، زي ما جينا احنا عمالين نقرا في الروض المربع، عم قال لي الواجب ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، ما ده تعريف بالحكم، فده جائز عندهم. وعند محقق المناطق انه لا اشكال في التعريف بالحكم. ليه لا اشكال في التعريف بالحكم؟ لان هذا الكلام من حيث يعني الذي يتبادر الى الظهر انه صحيح، لو تاملته لوجدته غير صحيح. لان الحكم المذكور في التعريف في الحقيقه ليس حكما على المعرف، وانما هو حكم على الجنس الذي اخذ جنسا في التعريف. يعني لما انا جيت قلت الفاعل هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعله، المرفوع هذا حكم على الاسم وليس حكما على الفاعل، فهو حكم على الاسم الذي اخذ جنسا في التعريف، خلاص. وده ما فيهوش حاجه، ما هو الاسم الذي اخذ جنسا في التعريف لابد ان يكون معروفا لدينا، والا هجيبه ازاي في التعريف؟ لو كان مش معروف يبقى مش هيصح التعريف دي. احنا قلنا التعريف ما لا يكون بايه؟ لا بالمساوي ولا بالابعث الخفاء، لازم اجيب الاظهر. فانا دلوقتي جبت الاسم معروف وحكمت عليه انه مرفوع، ما فيش مشكله، الحكم على شيء معروف، يبقى يجوز التعريف ايه؟ يبقى يجوز ان تدخل الاحكام في الرسوم، صح؟ كلمة قل هذا حد وهذا رسم.
ده في التعريف قول الشرع. وليس دكتور بيقول المحدود هنا المعرف مطلقا بغض النظر عن كونه رسما او حرفا، لان هذا 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 الشرط ولا بما يدرى بمحدود، هذا الشرط ليس خاصا بالحد. يعني معنى كده ان لو انا حملته على الحد معنى كده انه يجوز في الرسم ان انا اعرف الشيء بما يتوقف عليه؟ لا، ده مش خاص بال، عشان كده قالوا لا المقصود بالمحدود هنا المعرف مطلقا، سواء كان تعريفه عن طريق الحد ام كان تعريفه عن طريق الرسم. يعني الشرط ده مش خاص بالحد، صح؟ يعني يجوز ان انا اعرف في الرسم ويكون في دور اللي مش هيحصل الفهم، مسألة واضحة مش محتاجة حاجة. طيب، ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فدري ما روى. هنا الحد ولا يجوز في الحدود، الحدود هنا بقى ليها الحدود بقى ليها الحدود المنطقية المتعارفة. يبقى مر معايا هو محدود معرف مطلقا، حدود رسوم، حدود اللي هي الحدود، خلاص. لا ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فدري ما روى. اولا عشان نبين عن عندنا او تاتي لي لمعاني كده، قلناها الكلام ده قبل كده. ففي او التي للشك، وهناك او التي للابهام. او التي للشك يكون الشك هنا من المتكلم، واو التي للابهام يكون القصد هو الابهام على السامع، ماشي. او دي لا يجوز دخولها لا في الحد ولا في الرسم، ماشي. لو انت قريت عندك يا مولانا كلام الشيخ الدمنهوري، الكلام هنا غير محرم فيه اضطراب، يعني احنا شرحناه بالتفصيل مرة سابقة وبينا وجه الايه وجه الاضطراب فيه، فما تعتمدش بقى هنا في الحتة دي على كلام الشيخ الدمنهوري، لكن ممكن نقراه سريعا بس احنا اتكلمنا فيه قبل كده. لان هو بيقول الشيخ الدمنهوري بيقول ولا يجوز ادخال او التي للشك في الحد، كويس. طيب هو لا يجوز ادخال او التي للشك في الحد ولا ادخالها في الرسم ايضا، ايه؟ بس هو الشارح ما اعتذرش عنه في المساله دي بهذا الاعتذار. ليه؟ لان الشارح معاه الورق يبسط كيف شاء، لكن المات الناظم فاللفظ زنقه والضروره الشعريه تقيده، لكن ده ما عندوش ما. فهو الا ان يقال كما قال الشيخ علاء، لكن عندئذ برضه يعترض عليه بان العباره مهمه يعني، وده مش شان الشرح. المهم يعني لا يجوز دخول او التي للشك، احنا نقول كمان هنا نزود او التي للشك والتي للابهام ايضا لا يجوز دخولها، ماشي. بيقول لي في الحد، لا في الحد ولا في الرسم، ده مش محتاج كلام. التي للشك دي ما افادت شيئا، صح؟ يعني انا جيت قلت لك دلوقتي ايه الفاعل هو الاسم المرفوع او المنصوب، قلت لي يعني هو ياتي هكذا، قلت لك لا والله وانا شاكك يا مرفوع يا منصوب، انت استفدت شيئا؟ طيب او جيت قلت لك ايه هو الاسم الفاعل المرفوع او المنصوب، قلت لي يعني كده او كده، قلت لك لا، قال لي انت شاكك، قلت له انا مش شاكك انا عارف ايه الصواب بس انا بقى ايه ابهم عليك، يبقى انت استفدت شيء؟ خلاص كلام واضح مش محتاج كلام. التي للشك او التي للابهام لا يجوز دخولها في الحد ولا في الرسم، صح؟ يبقى ده مش مقصود الاحضار قطعا، خلاص. ايه احنا دلوقتي الاخضري ما فيش اعتراض عليه، احنا اعترضنا على الشيخ الدمنهوري. الشيخ يعني هو استغنى يعني بالذكر، ما فيش مشكلة، بس هو زي ما احنا قلنا برضو ان هذا شرح، والشرح شأنه الايه الايضاح يعني، لان اللي بتقوله برضو ما يتبادرش وإن كان صحيح ما لكن لا يتبادر، كويس؟
وبعدين هو قال لا يجوز ادخال او التي للشك، احنا ما قلناش ان هو غير، بيقول بس زود لي كمان التي للابهام، مزيد اضاحيه، التي للشك لا تدخل والتي للابهام لا تدخل، ولا تدخل لا في الحد ولا في الرسم. خلاص احنا دلوقتي عايزين نفهم مراد الشيخ الاخضر. قال لي ولا يجوز في الحدود ذكر او، فاضل بقى عندي ايه؟ او التي للتنويع، فاضل عندي ايه؟ او التي للتنويع. التنويع نوعان، قلنا اما ان يكون لتنويع الايه المعرف او لتنويع التعريف. خلاص تنويع التعريف زي ايه؟ زي ما اجي اقول لك مثلا الانسان ضاحك بالقوه او كاتب بالقوه، يعني معنى كده ايه تنويع التعريف؟ يعني هذا التعريف صحيح وهذا التعريف صحيح، فهما تعريفان وليس تعريفا واحدا، فاختر اي التعريفين شيء. صح، ده متصور في الرسم، لكن هل متصور ان تاتي او التي لتنويع التعريف في الحد؟ لا. ليه؟ لا الحقيقه ليس لها الا فصل واحد، فعشان كده هو التعريف في الحد بيكون بالفصل بالذاتيات، يا اما بالجنس والفصل يا اما بالفصل فقط، مش كده؟ فالحقيقه ليس لها الا فصل واحد، وعلى هذا ما ينفعش يتاتى التنويع في التعريف. عشان كده ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فضل ما رووا. يبقى المقصود باو هنا هي او التي لتنويع التعريف، وليست او التي لتنويع المعرف. لكن او التي لتنويع المعرف يجوز دخولها في الحد، زي ما اجي اعرف لك ايه مثلا العلم، لا مش العلم، الفكر مثلا، ولا النظر. النظر، النظر هو الفكر المؤدي الى علم او غلبه او غلبه الظن. هنا هو او دخلت هي، بس هنا او لتنويع المعرف، وليس المعنى ان هذان وليس المعنى ان هذين تعريفين، ولكن المعنى ايه؟ ان هذا المعرف منه قسمان، قسم كذا وقسم كذا. يعني النظر هذا الذي عرفناه منه قسمان، قسم هو علم وقسم هو غلبه الظن. او زي ما جه عم الشيخ البيضاوي في التعريف قال لي ايه؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير، اتكلمنا فيها برضه في الاسنوي، قلنا او هنا او التي لتنويع المحدود لا لتنويع الحد. او لتنويع المحدود ايه؟ يعني ان المعرف منه قسمان، قسم هو اقتضاء وقسم هو تخيير. خلاص؟ يبقى ولا يجوز في الحدود ذكر او، يبقى المقصود او هنا ايه؟ التي لتنويع، ها؟ التنويع التعريف، دي ما يجوزش تدخل. وجائز في الرسم فضل ما رووا، يعني جائز دخول او التي لتنويع التعريف فين؟ في الرسم. لكن او التي للشك او التي للابهام لا يجوز دخولها، اما او التي لتنويع المعرف دي يجوز دخولها في الحد ويجوز دخولها في الرسم. ماشي؟ يعني اجي اعرف لك مثلا الانسان في الرسم، اقول لك الانسان كاتب بالفعل او كاتب بالقوه، او ده لتنويع الايه؟ لتنويع المرسوم، لا مش لتنويع التعريف. كاتب بالقوه او كاتب بالفعل، يعني ان الانسان منه قسمان، قسم هو كاتب بالفعل وقسم هو كاتب بالقوه. صح، ده تنويع المعرف ولا تنويع التعريف؟ معرف. لكن انا عايز انوع التعريف، ده كاتب بالقوه او ضاحك بالقوه مثلا، فده غير ده، مش كده؟ من حيث المفهوم، لكن من حيث المصادق ايه؟ واحد. المصادق بتاع الضحك بالقوه هو المصادق بتاع الايه؟ طيب الشيخ ده منور قال لي ولا يجوز ادخال او التي للشك، احنا نزود ونقول وكذلك التي للابهام، في الحد نقول وكذلك في الرسم لا يجوز دخوله، كقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم او لا يستقيم على سبيل الشك، اي اما هذا واما هذا. واما او التي للتقسيم فانه يجوز ادخالها على معنى ان المعرف قسمان، قسم كذا وقسم كذا، فيكون التعريف في الحقيقه تعريفين لشيئين متخالفين، مثاله تعريف النظر بالفكر المؤدي الى علم او غلبه الظن، يعني أن النظر قسمان، الأول الفكر المؤدي إلى العلم، والثاني الفكر المؤدي إلى غلبة الظن. وأما في الرسم فيجوز دخولها كقولك في تعريف الإنسان هو الحيوان الضاحك،
أو القابل للعلم وصناعات الكتابة. وبالفرق بين الحد والرسم أن والفرق بين الحد والرسم أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصلان على البدل، ويجوز أن يكون لها خاصتان كذلك. طيب، هو الكلام من أول ولا يجوز الحد آخره كده، يعني العبارة قلقة صح وما يتضحش المراد، لكن المراد بالتفصيل كده زي ما موجود في مطولات المنطق ان هنقسم الكلام، او التي بالشكوى الإمام لا تدخل، او التي للتنويع قسمان، قسم لتنويع المعرف وقسم لتنويع التعريف. اما التي لتنويع التعريف هي لا تدخل الحدود انما تدخل الرسم، وده مراد الاخضري. واما التي لتنويع المعرف فيجوز دخولها للرسم، يجوز دخولها للحد. خلاص، لا بتنمية المعرف، أن المعرف منه قسمان، قسم هو اقتضاء وقسم هو تخير، قسم هو اقتضاء وقسم هو تخير. وعلى وضحناه النهاردة، قسم هو اقتضاء بشرط عدم المشيئة، وقسم هو اقتضاء بشرط المشيئة. ماشي، لكن اللي مشهور عند جماهير الأصوليين أنه لا اقتضاء في التخير. ماشي، أيوة. أو التي مش تقول للشك، يعني إزاي تقول للشك؟ هو يبدو علي أن يشككه صاحب الشك. بس الشك إما أن يكون منه أو واقعا على غيره أو تشكيكا، هذا شك وده تشكيك. المعنى واحد. لا، المعنى مش واحد، هذا شك وهذا تشكيك، في فرق بين أنا اللي شاكك وبين أنا بشككه. إيه؟ لا، الشك مني غير 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 ان انا احاول اشكك ازاي ده هو ده اصل في معنى التشكيك. بس ده تشكك وده تشكيك. طيب، عشان بس عايزين نشوف بقى، وبعد كده اتكلمنا على الخبر، وقلنا لما بدأنا في القضايا قلنا القضية في النهاية عبارة عن خبر، والخبر هو ايه؟ ما يحتمل الصدقة والكذبة لذاته. وقلنا قيد لذاته ده لإدخال ايه؟ الأخبار، أصل الأخبار، إدخال الأخبار المقطوع بالصدقية والمقطوع بكذبها. كويس، عشان كده قلنا بقيد لذاته، لأن لو ما حطتش قيد لذاته كيف أخبار الله سبحانه وتعالى ما يقالش عنها أخبار، لأنها مقطوع بصدقها. فنقول لا، هي بالنظر لذاتها وبقطع النظر عن أن هذا كلام الله فهي إيه؟ تحتمل الصدق والكذب. لكن إنما أتى القطع بالصدق من جهة إيه؟ من جهة خارجة عن الكلام، ألا وأن هذا هو كلام الله تعالى. لو واحد يعني لا يحفظ القرآن وقلت له خبر من القرآن، هيبقى بالنسبة له يحتمل الصدق والكذب. أول ما تقول له هذا كلام الله يقطع بالصدق. هذا القطع هل أتى من ذات الكلام؟ ولا أتى من جهة أنه كلام الله؟ عشان كده قيد لذاته. نعم. أنت عايز تغير ال إيه؟ لا، أصل أنت كل مرة تقترح عليا إيه؟ حضرتك اللي بتغير لحد من المشايخ الذين حضرت عليهم. قول يا سيدي. طب مليني بس عشان ايه نكتب كده. قول يا سيدي. ولا يجوز، ولا يجوز. انت هتعملهم بيتين اولا ولا هتفكهم لبيتين؟ هتجعل البيت بيتين يعني ولا بيت واحد؟ ولا يجوز في الحدود مطلقة بالشك، ايوه، او. طيب، اشرح لنا بقى انت البيت بتاعك. لا يجوز في الحدود دخول الشك والابهام. ماشي، خلاص انتهينا من هذا. ماشي كويس. او طيب، او في حقيقة ايه بقى؟
لكن ما ذكرتش بقى انه ان هناك او دي المقصوده هنا دي الاهم. يعني هو اتكلم عن او اللي فيها التي فرقت بين الحبايب، لا يعني او التي فرقت بين الحد والرسم، يعني اتفق الحد والرسم في ان او التي للشك والابهام لا يدخلان، واتفق ايضا على ان او التي لتنويع المعرف يجوز دخولها في الحد والرسم. لكن الخلاف جه فين؟ في او التي لتنويع التعريف. هو الاخضري ذكر الايه اللي ما به الامتياز وترك ما فيه ما به الاشتراك، فهو كده بيت الاخضري افضل. انت اتكلمت على الايه على المتفق عليه، لكن الشيخ الاخضري تكلم على ما به الامتياز والاشتراك. ايه والتي للشك، هو اتى باول واحده بس اللي هي او التي بتنويع التعريف، قال لا يجوز دخولها في الحد ولا يجوز دخولها في الرسم. لكن او التي للابهام او التي للشك او التي لتنويع التنويع المعرف دي الاحكام متفقه فيها ان الاولان لا يجوز دخولهم في الحد والرسم، والثالث او الثالثه يجوز دخولها ايه في الحد والرسم. فهو اتكلم على المساله التي تفرق بين الحد والرسم، يبقى هو ادق. ده بيقول لك ايه يا استاذ مغربي زينا، يعني انا اعمل في البيئه بيطلع انا عايز. وبعد كده قسمنا القضايا الى قسمين، شرطيه وحمليه. اللي اول مره يحضروا معانا، احنا الكلام ده قلناه بالتفصيل في المنطق ومشينا فيه كلمه كلمه، احنا ما بنقراش كده عاده، لكن ده مراجعه لاخواننا، لان احنا كنا وقفنا عند التناقض، فعايزين نخلص مراجعه للي اخذناه ونبتدي بقى نمشي الهوينه في شرح التناقض. طيب قسم لي القضايا القسمين، شرطيه وحمليه. الاولى اللي هي الشرطيه سياتي الكلام عليها الان، يعني في الابيات القادمه، والحمليه هي التي اشتملت على موضوع ومحمول. هذه الحمليه مشتمله على موضوع محمول، زي ايه؟ مثلا زيد كاتب، محمد قائم، هذه قضيه حمليه. قضيه حمليه ليه؟ لان حملت شيء على شيء، الموضوع اللي هو المحكوم عليه هو اللي شايل، هو الذي حمل هذا الايه المحمول. خلاص، فطالما عندي قضيه مكونه من موضوع ومحمول تبقى قضيه ايه حمليه. فقال لي بتقسم بحسب الموضوع الى ايه، اما ما كان موضوعها كليا كالانسان حيوان مثلا، والى شخصيه وهي ما كان موضوعها جزئيا، يعني موضوعها شيء معين. الاولى موضوعها كلي، مش هنسميها كليه لا عشان ما يحصلش التباس، هنقول ما كان موضوعها كليا. والثانيه تسمى شخصيه وهي ما كان موضوعها جزئيا. طبعا عارفين بقى احنا قلنا الفرق بين الكلي والجزئي، مش كده؟ ايه الكلي والجزئي؟ قلت اللي قال بس ما الفرق بين الكلي والجزئي؟ كلام كده بالشبه، يعني مش لازم التعريف بدقه. انا قلت الكلي مش الكليه، عايزين الدقه يا جماعه. انت قلت الكليه وانا ما بسالكش عن الكليه، بسالك عن الكلي والجزئي وفرق بين الكلي والكليه. دلوقتي احنا نقول ما كان موضوعها كليا وما كان موضوعها جزئيا. ما كان موضوعها جزئيا تسمى قضيه شخصيه، طيب وما كان موضوعها كليا دي لسه هنقسمها الاقسام. فانت قلت لي انا عارف الفرق بين الكلي والجزئي، يعني هسست راسك، فانا بقول لك ما الفرق بين الكلي والجزئي، انت معرف لي الكليه. لا، الكليه غير الكلي، لا زال سؤالي قائما، ايه الفرق بين الكلي والجزئي؟ الله اعلم. مش لازم يعني بالحفظ، ما احنا قلنا كلمه سهله، ما افهم الاشتراك فهو كلي وما لم يفهم الاشتراك فهو جزئي. مش لازم يا مولانا، احنا حتى ما قلناهاش هنا، هو ده تعريفه المشهور بس ما قلناهوش هنا، احنا قلنا الكلام السهل، نفهم بس الكلام مفهم الاشتراك الكلي،
وما لا يفهم الاشتراك هو جزئي. لما اقول لك الانسان كده مش تفهم منه ان هذا اللفظ صالح للانطباق على كثيرين مش كده؟ لكن لما اقول لك الدكتور حازم ابن فلان، هل هذا ينطبق على كثيرين ولا ينطبق على يعني شيء معين بنفسه؟ إيه ده جزئي، والكلي هو ايه؟ ما افهم الاشتراك. اذا كان الموضوع جزئيا فالقضية تسمى شخصية، واذا كان الموضوع كليا يبقى انا عندي القضية بقى اللي موضوعها كلي، اما ان تكون مسورة او غير مسورة. طيب اذا كانت غير مسورة يعني مهملة من السور فتسمى مهملة، خلاص. طيب وان كان السور كلا او ما في معناه، معنى كل يعني، فالقضية كلية. زي ايه؟ قال لي زي كل انسان حيوان او عامة الانسان حيوان، يبقى دي قضية كلية. وان كان الموضوع كليا والسور جزئيا فتسمى القضية جزئية. فتلخص ان القضايا اربعة، كلام سهل بتاع الشيخ بقى عبد الشيخ الدمنهوري. فتلخص ان القضايا اربعة: شخصية ان كان موضوعها جزئيا مثل ايه؟ زيد كاتب. ومهملة ان كان كليا ولم تصور كقولنا الانسان حيوان. وكلية ان صورت بالصور الكلي ككل انسان حيوان. وجزئية ان صورت بالصور الجزئي كبعض الانسان حيوان. طيب كل من هذه الاربعة اما ان تكون القضية موجبة واما ان تكون القضية سالبة. واحنا قلنا ينفع تقول موجبة وموجبة، ماشي الحال. طيب ممكن تقول قضايا مسورة، ممكن تقول مسورة. والمسورة قسمان: مسورة بصور كلي او بصور جزئي. طيب ما هي موجبة عشان تقابل سالب، وموجبة يعني موجب فيها الحكم، يعني معنى موجب. وموجبة هي اللي أوجبت الحكم وتقابل سالبة عشان قالوها باسم فاعل. لا 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 ما فيش أصحية، الاثنين صح ومنصوص عليها بقى. طيب فإذا صورت بالسور الكلي فدي كلية كل إنسان حيوان، وإذا صورت بالسور الجزئي فهي جزئية كبعض الإنسان حيوان. كل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا وإما أن يكون سالبا. يبقى عندي ايه؟ اقدر عايز افرع الكلام قوي واقول يبقى بدل ما يبقى اربعه اعملهم ثمانيه: كليه سالبه، كليه موجبه، جزئيه سالبه، جزئيه موجبه، مهمله سالبه، مهمله ايه موجبه، وشخصيه سالبه وشخصيه. ما هو يقصد بكلية ما هو كان موضوعها كلية. احنا قلنا الموضوع ده قبل كده يا شيخ. طيب وكل من هذه من يكون موجبا او سالبا: كزيد ليس بكاتب، والانسان ليس بحجر، ولا شيء الانسان بحجر، امثلة بقى. فتكون الاقسام ثمانية: والاول من كل واحد يسمى موضوعا، والثاني يسمى محمولا. والمصنف قال في تعريف القضية: ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب. قلنا ايه؟ اكتفاء وتعليما للأدب في التعبير. لكن لو عايز تقول التعريف على التمام يبقى هو ما احتمل الصدق والكذب بذاته. القسم الثاني من أقسام القضايا: لا ولفظ نفسه مستقبح يعني هذا وذاك يا شيخ خالد. أقول لما تكلم على القضية الحملية اتكلم بقى على الشرطية. ليه تكلم أولا على الحملية ثم تكلم ثانيا على الشرطية؟ لأن الأولى جزء من الثانية زي ما هيتبين الآن. الشرطية بتشتمل على الحملية. فقال لي: والجزء مقدم على الكل، وعرفها بقوله: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم.
يعني أن القضية الشرطية ما تركبت من جزئين ربط أحدهم بالآخر بأداة شرط أو عناد. ماشي؟ هنبين ده. زي مثلا أداة شرط زي إيه؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. النهار موجود ده إيه؟ قضية إيه؟ حملية. بقول النهار موجود. النهار موجود قضية إيه؟ حملية. والشمس طالعة. ثم ربطنا بينهما بأداة شرط بقت القضية إيه؟ شرطية. لكن هي مكونة من حمليات. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. خلاص؟ فهلاقي أنا عندي أهو الأولى حملية والثانية حملية. طيب ومثال للربط بينهما بأداة عناد، العدد إما زوج وإما فرد، أو ربطنا بينهم بس بأداة عناد. الأولى اللي هي فيها أداة الشرط تسمى شرطية متصلة، والثانية تسمى شرطية منفصلة. لا، في بينهم معاندة يا هذا يا هذا، في معاندة. العدد لا يمكن يكون زوج فرد، هو إما زوج إما فرد، ففي الخارج في معاندة بينهم، في منافرة، مش كده؟ طيب، وأول كل منهما يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا. يعني لما يجي يقول لي إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن كانت الشمس طالعة، الشمس طالعة ده اسمه المقدم كويس، والنهار موجود ده اللي هو إيه؟ التالي. ده يسمى مقدم وده يسمى التالي. وتلاقي بعد كده عايزين يبطلوا هذا الكلام، يقول لك إيه؟ لما يجي مثلا بيستدل في مسألة في التوحيد ولا في مسألة في الأصول وعايز ينقض هذه القضية، يقول لك إيه؟ لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه. يعني مثلا إيه؟ لو عايز يقول لي إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فالخصم بيعاند في هذا. فأقام الدليل على إيه؟ على أن على بطلان وجود الإيه؟ على بطلان وجود النهار. فقال لي لكن الإيه؟ أو هو نفس المستدل عايز يعني يقول لك دلوقتي إن الآن الدنيا ليل. قال لي يا سيدي إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. أنت معايا في الكلام ده؟ قال لي أه. طب أنت شايف النهار؟ قال لي لا أنا مش شايف النهار. قال لي خلاص يبقى التالي باطل. فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أن الشمس ليست بطالعة. خلاص؟ عبارة مشهورة لكن إيه؟ لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقل. طيب ممكن بالعكس برضو أبطل المقدم فيبطل لا إزاي بقى؟ كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس ليست موجودة. لا مش هزقت دي يا شيخ علي، أنا ما هتكلم برضو مش عارف. ما هو مش هي مش اشبه، هي في ملازمه. لان احنا لما بنيجي عايزين بس لسه الكلام ده بدري عليه، لما بنيجي عايزين نبرهن صدق هذه القضيه. يعني احنا قلنا كل قضيه من القضايا ما اجي عايز اطرحها على الخصم لابد ان انا اما ان تكون مسلمه او بدهيه او ابرهن عليها. لما قلت لك مثلا العالم حادث، قلت لك وعايز اثبت لك العالم متغير وكل متغير حادث، القضيه الاولى دي ان العالم متغير لازم ابرهنها، فقلت لك والله يستدل عليها بالمشاهده كويس. وكل متغير حادث هستدل عليها مثلا بدليل اخر. فكذلك في الشرطيه دلوقتي بيقول ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود كويس، وبعد كده بيقول لكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نفسه. الأولانية دي بيسموها لابد من بيان وجه الملازمة، اللي هو في تلازم بالفعل، لابد من بيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي كويس، ولكن التالي باطل بجيب دليل الاستثنائية. هي لكن دي اسمها بعدين دي الاستثنائية، لكن التالي باطل فبطل المقدم والتالي، دي الاستثنائية لازم أجيب دليل الاستثنائية. وفي الأول أجيب إيه؟ أجيب بيان وجه الملازمة، لأن لو أبطلت اللزوم يبقى خلاص انهار هذا الدليل. هو اللي بينهم ملازمة.
مش هي أشبه ما تكون، لا هو بينهم ملازمة. والثاني يسمى تاليا فالشرطيات المتصلات ما أوجبت تلازم الجزئين. قال الشيخ صرح لك بأن يكون أحدهما لازما للآخر كالمثال المتقدم، فإن طلوع الشمس يا شيخ علي ملزوم لوجود النهار، يبقى فين اللازم؟ لازم النهار. فلو بطل اللازم بطل إيه؟ بطل الملزوم. والشرطية المنفصلة ما أوجبت أي دلت على التنافر بينهما، فإن الزوجية في المثال المتقدم منافرة للفردية، وهي ثلاثة أقسام. إيه اللي ثلاثة أقسام؟ دي الشرطية المنفصلة، لأن هي في النهاية فيها منع، فهل يا ترى بتمنع الجمع فقط ولا بتمنع الخلو ولا بتمنع الجمع والخلو معا؟ هذا مسهل. قال لي وهي ايه ثلاثة أقسام. القسم الأول مانعة جمع، وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي وإن جوزت الخلو. احنا قلنا طبعا الأول هو المقدم والتاني ايه والثاني والتالي حتى في الشرطية المنفصل. فقال لي وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي وإن جوزت الخلو، كقولنا الجسم إما أبيض وإما أسود، يبقى دي مانعة جمع لأنها بتمنع الجمع بين البياض والسواد. مش ممكن يكون الجسم أبيض أسود في نفس الوقت، ولا ممكن؟ مش ممكن. الحمد لله بطلنا نعترض بقى الاعتراضات القديمة دي. كان في واحد يقول لي إيه طب نصه أبيض ونصه أسود، نجاوب ونقول له إيه بقى؟ مش محل واحد. طب هذا الجزء الابيض ينفع يكون ابيض اسود؟ طب هنقسمه بس كان حاجه تعب يعني. طيب يبقى دي تمنع الجمع، لكن يجوز الخلو بان يكون الجسم مثلا ازرق. طيب يبقى دي مانعه جمع. طيب وان جوزت الخلو كقولنا الجسم، فإن الجمع بين البياض والسواد ممتنع، ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا. طيب النوع الثاني مانعة الخلو، وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع، يتمنع إيه الخلو يعني لا يخلو عن هذا أو عن هذا، لكن يجوز الإيه يجوز الاجتماع. قال لي مثلا زيد إما في البحر وإما ألا يغرق، هل ممكن زيد يخلو عن هاتين الحالتين؟ ما هو يا إما صحيح في البحر يا إما لا يغرق، مش كده؟ ولا يغرق دي تشمل صور كتير، لكن يجوز الاجتماع، يجوز أن يكون في البحر ولا يغرق، يبقى دي مانعة إيه؟ خلو. فقال لي فإن الخلو عن الطرفين ممتنع، ويجوز الجمع بأن يكون في نحو مركب مثلا. ومانعة جمع وخلو معا، وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، يعني هيمتنع الجمع، ما ينفعش يكون العدد زوج وفرد في نفس الوقت، ويمتنع أن يخلو عنهما أن يكون لا زوج ولا فرد. فالزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهما، وهي أخص من مانعة الجمع لمنعها الخلو، وأخص من مانعة الخلو لمنعها الجمع، فبينها وبين كل منهما العموم والخصوص المطلق. ليه العموم والخصوص المطلق؟ لأن مانعة الجمع والخلو ينفع أقول عليها مانعة جمع وينفع أقول عليها مانعة خلو، لكن هي ما يجوز إطلاقها على مانعة الخلو فقط، فيبقى دي عموم وخصوص مطلق، وتسمى حقيقية لها مانعة الجمع والخلو معا لأنها أحق باسم الانفصال. ولم يبين المصنف أقسام الشرطية المتصلة والمنفصلة ولا أصوارها كما فعل في الحمليات تقريبا على المبتدي وذلك في المطولات. طبعا هنا إيه في كلام كتير في أقسام الشرطية المتصلة والمنفصلة والأسوار، بس زي ما احنا قلنا قبل كده بالنسبة للمتشرع إيضاح المبهم بإذن الله يكفيه في المنطق، لا يحتاج إلى شيء زائد، بس يعني يستظهره ويفهمه كويس
لكن اللي مشتغل بالعقليات، المشتغل بعلم الكلام، المشتغل بالمنطق، المشتغل بالفلسفه ما يكفوش إباحة المبهم. لازم بقى إباحة المبهم، ولازم بعد كده الملاوي والصبان على الملاوي والشمسيه والخبيصي بحشد العطار والدسوقي، ويشوف الطوسي قال ايه ويتعمق بقى، وبعد كده ينتقل بقى الكلام المنطقي كمان الايه الذين استجد بعد ذلك المنطق الوضعي والى اخره. لكن بالنسبه للمتشابع اللي بيقرا كتب فقه ونحو يكفي ايضاح النقطه، يحتاج الى شيء زائد؟ ما يحتاجش. انت هتلاقي دايما اللي انت بيهمك في الاقيسه زي ما هي معانا اللي هو قسم الشكل الاول، يعني هتلاقي حاجات معينه كده اللي تهمنا، لكن ده كله مهم بقى في الدرس، مش هتحتاج مطلقا في كتب الفقه ولا النحو ان انت يعني تتكلم عن الموجهات مثلا ولا المختلطات ولا المنحرفات، الا لو بقى يعني ايه يعني عالم بقى كبير كده وعايز يعني شيء مرصد لك. يعني بعضهم يكتب كده ويروح جايب النحو بقى ويروح ايه ويحاول يخرجها لك او يشرح لك البسمله زي ما بعضهم عمل على ايه على طريقه المنطقه، وقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فهل هي دي قضيه ايه شخصيه ولا كليه وكذا، ويصح ان تكون كذا، وثم من اي الموجهات هي وهكذا. فده يعني نوع من ال واخد بالك، لكن ما في النسبه للمتشابه هذا يكفي. اللي عايز ياخد صفه المنطق ما عندناش وعلم الكلام ما فيش مشكله، بس اذا اردت شيئا تعد له عدتها، مش كده؟